السلام عليكم. من ضمن المزايا في الفيديو ان انا ممكن اعمل سيلكت على اي عنصر من العناصر وابدا ادخل داتا خاصه بيه. يعني هاجي هنا واقول له انا عايز داتا، واقول له شيب داتا، وابدا ادخل اقول له مثلا التكلفه، خلينا نكتبها مثلا روف. هيوفر ليه؟ لازم الكوست ده يبقى ارقام. اقول له مثلا خليها مثلا 222، البروست نمبر خليها مثلا 555، الاونر او اي اس، الكونكشن اي حاجه، الستارت ديت هتيجي هنا تختار التاريخ اللي انت عايزه، الستاتس هتختار الستاتس اللي انت عايزه، دي مثلا الكومبليت. كل المعلومات دي اتخزنت ونقدر نصدرها في اي لحظه. هنشوف مع بعض ازاي. ممكن اجي هنا سيلكت واقول له ايه انا عايز اعمل ايديت تكست، واجي هنا اقول له انسيرت فيلد، واروح واختار الخاصيه مثلا اللي هي التاريخ مثلا، تمام. هيبدا يكتب لي التاريخ بالشكل ده، واي لحظه عدل التاريخ هو اوتوماتيك هيتعدل. طيب لو انا عايز اشوف الجدول بتاع كل العمليات دي مره واحده، اجي هنا في الريفيو واقول له شيب ريبورت، وابدا اختار الريبورت اللي انا عايزه واقول له موديفاي، وتقدر تعدل فيه او تقول له اوتوماتيك تصدر لي الشغل بتاعك، ويقول لي ايه المعلومات اللي انت عايز تتصدر معاك. مثلا عايز اضيف البروس نمبر في الشارت واقول له فينيش، يقول لي عايز تسيف الملف ده فين، فبتبدا تختار المكان اللي انت عايز تسيف فيه. يقول لي سيف في مكان اخر، براوز سيفه مثلا هنا في الديسكتوب، تمام. تمام. واقول له ران. عايز تصدره اكسل ولا اتش ام ال ولا فيزو شيب ولا اكس ام ال، اقول له مثلا صدره لي اتش ام ال، هفتح لي بالشكل دوت. ده هنا كل الماستر نيم، ده هنا التكست، الستاتس، الاونر، ده اللي احنا لسه مدخلينه اهوت. هتقدر تعرف كل المعلومات عن المشروع من خلال الفيزيو.